واختتم اجتماع وزراء سياحة مجموعة الـ20 يوم الأربعاء، وترأس الاجتماع وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب. حضر الاجتماع ممثلون عن دول مجموعة الـ20 ودول المدعوة، بالإضافة إلى مسؤولين في منظمات دولية مثل منظمة السياحة العالمية ومجلس السياحة العالمي والبنك الدولي. أكد المشاركون خلال الاجتماع على أن السياحة تلعب دورا رئيسيا في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، لا سيما ضمان التوظيف، وأن مجموعة الـ20 ستواصل مساعدة السياحة على التعافي من تفشي فيروس كورونا المستجد في أقرب وقت ممكن من خلال تعزيز التعاون الدولي. وفي الوقت نفسه ستواصل مجموعة الـ20 دعم المبادرات المبتكرة في قطاع السياحة ودفع اتخاذ الدول تدابير شاملة في أسرع وقت ممكن لتبسيط إجراءات السفر الدولية مع الحفاظ على الصحة وسلامة المسافرين الدوليين.